حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله، والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل. ولذلك تجد المشغوفين بهذا تجده وهو يمشي يقول هكذا بيده كان يضرب على الموسيقى، نعم، لأنه شارة فكره وقلبه. والإسلام يريد من أهله أن يكون اتجاههم دائما إلى الله عز وجل.